هو تفسير الآية من قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة إلى آخره، ما هو صحة الكلام؟ لقد سمعت أن أهل المدينة إذا بلغ منهم الشخص 40 سنة تفرغ للعبادة. الآية واضحة، الآية واضحة في معناها، أما ما بلغ المدينة ما عندي خبر، ما عندي خبر من هذا. قد يقال قد يكون بعض الناس على نعلم هذا. الشرع يدل على أنه ينبغي المؤمن أن يعمل أبدا ويجتهد في العبادة أبدا، سواء كان من 40 أو من 60، والآية لا تخالف ذلك. الآية فيها أنه يشكر الله جل وعلا ويحمده ويثني عليه سبحانه وتعالى، أسأل الله له الذرية الصالحة، وليس فيها أنه يعطل العمل. وجاء دور الأسئلة العامة، بل فيها العمل، وأنا ما أرضى أن ترضى فيها العمل.